أهلا بكم. كشفت وثيقة صادرة عن شركة ميتسوبيشي اليابانية عن السعر الحقيقي للسيارات التي كانت تعتزم وزارة الداخلية في العراق استيرادها. وأظهرت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام أن السعر الحقيقي للسيارات هو 11,000 دولار للسيارة الواحدة، فيما بلغ سعر السيارة حسب ما هو مثبت في سجلات وزارة الداخلية ضمن العقد المقدم من الوزارة 34,000 دولار. يذكر أن قيمة العقد الذي قدمته الوزارة بلغ 207 ملايين دولار، فيما كشفت الوثيقة أن العقد الحقيقي بلغت قيمته 70 مليون دولار فقط، بزيادة قدرها 141 مليون دولار. أعلنت شركة النفط الوطنية الألغولية سونانغول ارتفاع إنتاج حقل الجيار النفطي في محافظة نينوى إلى 40,000 برميل يومياً. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع مستويات الإنتاج في الحقلين إلى نحو 230,000 برميل يومياً. وكانت وزارة النفط قد أعلنت بداية عام 2018 توقيع عقد مع شركة سونانغول النفطية الأنغولية لحفر 10 آبار في حقل الجيار النفطي بالمحافظة. يذكر أن حقل الجيار يضم 50 بئرا تعرضت للتخريب الواسع النطاق في أثناء العمليات العسكرية الحكومية عام 2016. دعا خبراء اقتصاديون حكومة عبد المهدي إلى تطبيق خطوات ملحة من أجل إنعاش الاقتصاد العراقي. وقال الخبير الاقتصادي نبيل جبار إن على الحكومة تخفيض أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50% كمحاولة لتخفيض أسعار الخدمات والكلف وكخطوة سريعة في مجال تحريك الاقتصاد والسوق المحلي وإنعاشه. وأضاف جبار أن أسعار النفط على الرغم من انتعاشها إلا أن غالبية العراقيين المرتبط اقتصادهم بالقطاع الخاص والقطاع غير المنتظم ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة تهدد قوتهم ومكسب رزقهم. طالب البنك المركزي العراقي جميع المصارف بالامتثال للقرار الذي اتخذه بشأن التعامل مع الأوراق النقدية المثقبة والمحترقة من الدينار العراقي. وقال البنك إن على المصارف كافة مصادرة الأوراق النقدية التالفة المثقبة المكتشفة ضمن إيداعات زبائن المصرف وتسليمها إلى البنك المركزي العراقي مع معرفة مصدرها من العميل، وبخلافه يتحمل المصرف المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. وأضاف البنك أن على المصارف أيضا أن تقدم الأوراق النقدية التالفة نتيجة الحرق أو الدفن إلى البنك المركزي وفروعه حصرا بشكل مباشر من المواطنين. وقعت عدد من الشركات السياحة المصرية اتفاقية مع نظيرتها في العراق لتسيير خط جوي من 3 مدن عراقية لنقل الوفود السياحية لمدينة شرم الشيخ المصرية. وقال عضو غرفة شركات السياحة ياسر صلاح إن الاتفاقية تضمنت تسيير عدد من الرحلات شارتر عبر شركة النيل للطيران من مدن بغداد والسليمانية وأربيل إلى مدينة شرم الشيخ بمعدل 3 رحلات أسبوعياً لنقل 177 سائحاً لكل رحلة. وأضاف صلاح أنه سيتم بدء تسيير أولى الرحلات من العراق إلى شرم الشيخ اعتباراً من 6 حزيران. أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي نتابعها الآن. في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.